السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبركم إيه يا سنة أولى؟ عام دراسي سعيد إن شاء الله عليكم، ويا رب تكون سنة ممتعة كده وتحققوا فيها كل اللي تتمنوه. طيب معاكم أحمد جلال، هشتغل معاكم النهاردة محاضرة خفيفة كده عن تذاكر منين؟ الأسئلة اللي أنتم يعني كل شوية بتسألوها على جروباتكم، تذاكر منين؟ طيب تذاكر من المذكرات ولا تذاكر من الكتب؟ طيب هتذاكر من المذكرات ازاي وتذاكر من الكتب ازاي لو انت ناوي تذاكر من الكتب؟ هشرح ده كله ان شاء الله النهارده واحنا بندردش مع بعض كده شويه صغيرين. تمام؟ طيب اذاكر الاول من الكتب ولا من المذكرات؟ انتم معاكم كتب كتير وفي مذكرات كتير بتنزل، تذاكر منين؟ طيب انا من خبرتي مع اللي قبلكم واسالوا الدفعات اللي قبلكم كلها، تمام؟ الناس ممكن الغالب بيذاكر من المذكرات، تمام؟ طيب يعني هنجح يعني لو ذاكرت المذكرات؟ ده الدكاتره بتخوفنا من المذكرات وهتسقطوا يا سنه اولى لو ذاكرتوا من المذكرات ومش عارف ايه والكلام ده. طيب لو الكلام ده طبيعي ومنطقي ماشي، ما كانش اللي قبلكم طلعوا اوائل، الحمد لله معايا اوائل كل سنه في الكورس، اللي بياخدوا معايا في الكورس معايا اوائل كل سنه، تمام؟ وفي ناس بتاخد مذكرات وتذاكر منها وبتجيب تقديرات كويسه جدا، تمام؟ ده بعض يعني نماذج كده للتقديرات، يعني حاجات بسيطة كده، عينة بسيطة ماشي زي ما انتم شايفين كده. ده ناس معايا في الكورس أوائل دفعات، الحمد لله كل دفعة عندي فيها أوائل، واسألوا اللي قبلكم كده تانية وتالتة ورابعة، الناس اللي قبلكم اللي أكبر منكم، يعني شوف الريفيو عشان تبقى فاهم، شوف التقييم بتاع الناس اللي موجودة عشان تبقى فاهم قبل ما تدخل كده وتتلخبط. طيب طب انا ليه اذاكر من المذكره؟ طب ما اذاكر من الكتاب، مفيش اي مشاكل، تمام. ده او ده، الطالب الشاطر انت الوقت اللي هتضيعه في سماع المحاضره والوقت اللي هتضيعه في القرايه من الكتاب والترجمه والكلام ده، طب ما ده كله متوفر في المذكره، تمام. طيب تذاكر من انهي مذكره؟ واحد هيقول لي اذاكر، طب اشمعنى اختار مذكرتك انت؟ يعني برضه هرجع لك لنفس النقطه، الحمد لله ما بسيبش اي كلمه الدكتور قالها في المحاضرة، ما بسيبش حرف، تمام؟ والدليل يعني عندكم، يعني الدكاترة نفسهم بيقولوا لكم كده في المحاضرات، يعني هم بيشرحوا يعني، تمام؟ فأنا الحمد لله ما بسيبش حرف في المطلوب، تمام؟ طب في مذكرات كتير ومش الكلام ده، اوعى تذاكر من أي مذكرة ناقصة أي كلمة عن اللي الدكتور قالها. بجد والله العظيم انا ما بقول لك كده بعمل دعايه لنفسي، والله قسما بالله لوجه الله، تمام. ما تذاكرش من اي مذكره فيها معلومات ناقصه عن الدكتور طلبه، المذكرات اللي بتلخص ده غلط جدا، انت معرض لاي سؤال، يعني ما تفرحش مذكره مختصره ومترجمه، الكلام ده غلط جدا يا جماعه. طيب امال نعمل ايه بقى؟ يعني انت ما فيش حل غير مذكراتك؟ والله انا هديكم اقتراح بسيط جدا، هقول لكم حل لذيذ. امسك مثلا مذكره، مثلا انا عندكم في مذكرات نزلت شعر نقد، امسك كده مثلا مذكره بتاعت الشعر بارت 1 مثلا، او النقد بارت 1، او الروايه النوفل، انقل انا كنت بقول كده للدفعات اللي قبلكم، انقل الكلام اللي موجود في المذكره دي في اجنده او كراسه خاصه بيك، وخده وروح على دكتور الماده قول له يا دكتور انا ملخص الكلام ده، انا سامعه من المحاضره وملخصه، لو ذاكرت بالطريقه دي اجيب ايه؟ اقسم بالله كل سنه مثلا لما كان حد مثلا يقول لما اروح اجرب ويسال الدكتور، والله يقول له هيجيب امتياز، تمام. الحمد لله ما بسيبش حرف مطلوب في الماده، الحمد لله، وربنا يعني يجازيني في اللي انا براعي ضميري في شغلي، وربنا بيجازيني الخير دايما الحمد لله يعني. طيب يبقى انت لا تذاكر من المذكرات، تمام، وتريح دماغك وتذاكرها كويس، تمام. في ناس بتحضر معايا الكورس نوروني على عيني وعلى راسي، بنشرح المواد كامله وبنسهل عليك الموضوع، ومعايا اوائل كل سنه، مش اوائل على الكورس، اوائل على الدفعه، اوائل الدفعات كل سنه الحمد لله، عندي عدد كبير من عندي. مش مهم بقى الناس اللي بتيجي معايا السنتر وبتحضر معايا الكورس هيعرفوهم ان شاء الله وبيشوفوهم يعني، وممكن يسالوهم. طيب نيجي بقى لموضوع الكتب. طيب نذاكر من الكتب؟ في ناس بتحب تذاكر من الكتب وتسمع الدنيا وتذاكر من الكتب. طب لو حابب تذاكر من الكتب تعمل ايه؟ تعالوا نشوف نذاكر من الكتب ازاي، وندردش مع بعض في مدى صعوبه المواد اللي علينا، ايه الماده الصعبه وايه الماده السهله واعمل ايه؟ نبتدي. اول ماده عندنا يا جماعه هي ماده الترجمه. ماده الترجمه دي فيها جزء نظري في اول الكتاب، وفيها
اجزاء قطع عملي بقى في اخر الكتاب، براكتيكال، جزء تطبيقي او جزء عملي. يبقى انا عندي جزء نظري اول حوالي 55 60 صفحه في الكتاب، وده بيجي في الامتحان كله ام سي كيو. طب كله مقرر؟ اه كله مقرر. طب في لقيت مذكره كده ملخصاه كله في 5 صفحات ولا تبص فيها، لازم سطر سطر يكون موجود وتفهمه، لان اي جمله انت معرض ليها في سؤال في الام سي كيو في الصح والغلط، وبيجي عدد كبير منهم في الامتحان. طيب الجزء الثاني الجزء البراكتيكال العملي، ودي قطع كتيره جدا الدكتور مش بيشرحها كلها، بيشرح عدد منها. طيب ممكن تيجي لك قطعه الدكتور شرحها وممكن تيجي قطعه ما شرحهاش، بس على اساسها هتعرف تحل. ايه القطعه دي؟ يعني زي ما انا شارح لكم في فيديو في الترجمه موجود، قطعه مترجمه وانت مطلوب منك تطلع اخطائها وتعلق عليها، قطعه مترجمه بتطلع اخطائها وتعلق عليها. طيب يبقى انا عندي ده ماده الترجمه. صعوبتها الجزء النظري ده شديد جدا وعايز فهم، تمام؟ عايز فهم، عايز تبقى فاهم كلمه كلمه فيه، لانه اي غلطه فيه بتلخبط، تمام؟ الجزء البراكتيكال الجزء العملي يا لو فهمته ممتاز وبيقويك وبيأسسك كويس جدا في الماده، تمام؟ طيب نيجي على الماده الثانيه عندنا هي الشعر، ماده الشعر وخلينا نقول والروايه، لان الدكتور واحد بيتذكره ازاي؟ ماده الشعر وماده الروايه انت لو مسكت الكتاب كله قريته كده من الجلده للجلده بتركيز، يعني لو جبت مقبول بوس ايدك وش وده. المادتين دول الدكتور بيشرح في المحاضره، بيقول كلام كتير جدا في المحاضره، تمام؟ الكلام ده هو مطلوب منك تفصيليا اولا قبل الكتاب. الكلام ده مطلوب منك تفصيليا قبل الكتاب، يعني لو عايز تجيب في المواد الشعر والروايه دي امتياز اسمع المحاضرات 100%. طب البديل لو انت مش عارف تسمع او مش فاهم الكلام في المحاضره، ما بسيبش حرف في المذكره، اسمع المحاضره وامسك المذكره وشوف الفرق ما بين الاثنين، ما بسيبش حرف مطلوب منك في الماده. طيب بالنسبه للشعر وبالنسبه للروايه عايز اجيب فيهم تقدير اعمل ايه؟ الدكتور بيقول كلام في المحاضره، الكلام ده ما ينفعش تفوت منه حاجه، تمام؟ الدكتور بيزود حاجات كتيره في المحاضره، حتى لما بيجي يجيب سؤال نظري مطلوب من لو كتبت له بالنص من الكتاب تجيب مقبول ده لو اداها لك، لكن الدكتور بيبقى عايز اللي في المحاضره بتاعته، تمام؟ طب بالنسبه لامتحان الشعر والروايه بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن ام سي كيو اختياري، تمام؟ بتبقى حوالي مثلا يعني مثلا نقول 30 جمله في الرينج دوت، وبيجي بقى سؤال مقالي او اثنين او ثلاثه. الدكتور بتاع المواد دي بيحب الاسئله النظريه وده شيء كويس، انت بتتدرب على الكتابه، تمام؟ يبقى احنا عندنا الشعر والروايه هيبقى فيه نظري، يعني في حاجات هتتحفظ فيه، تمام؟ وفي حاجه في اسئله ممكن تجي لك من المحاضرات، فلازم لا تكون حاضر مع الدكتور في المحاضره، لا تنورني وتكون حاضر معايا الكورس ان شاء الله. طيب بالنسبه لماده النقد، مادة النقد بقى يا جماعة، مادة النقد مادة لذيذة برضو وسهلة وكويسة، يعني هي طويلة شوية لكنها مادة لذيذة برضو. الامتحان بتاعها عبارة عن جزئين، في جزء ام سي كيو وفي جزء مقالي، في جزء هيجي لي سؤال مقالي. طيب السؤال المقالي بتاعها سؤال او اتنين عادي، تمام؟ بيجي لي سؤال مقالي او اتنين، يعني بكتب السؤال المقالي ده مش اجابته سطر، ده اجابته بتبقى صفحتين ثلاثة، سواء في الشعر او الرواية او النقد ممكن 4 5 صفحات كمان كتابة. طيب مادة النقد لو ذاكرتها بما يرضي الله تجيب تقدير. طب انا لو مسكت الكتاب كله اجيب امتياز؟ والله لو قريت الكتاب كله يعني ممكن تجيب جيد بالعافية. طيب برضو الحل الدكتورة وهي بتشرح بتزود حاجات، الدكتورة وهي بتشرح بتزود حاجات وبتوضح حاجات، يعني مثلا ممكن هي بتشرح كلمة تقول لك معناها، ده مهم، ده مهم. التلخيص في المواد دي يضيعك، يعني لو انت جيت مسكت مثلا مادة زي شعر زي الرواية ذاكرت مذكرة مختصرة بتشرح لك المادة كلها في 4 3 صفحات، غلط يا جماعة، مفيش الكلام ده خالص. أنت في النقد بتقرأ كل كلمة الدكتورة شرحتها في المحاضرة، مش مطالب في النقد غير باللي الدكتورة شرحته، تمام؟ مش مطالب بالنقد والشعر كمان غير باللي يكون مشروح في المحاضرات، تمام؟ مش مطالب بحاجة زيادة. طيب فهمت اللي الدكتور قاله في المحاضرة 100%، 100% ومفيش حاجه واقعه منك، انت مش محتاج كورس، تمام؟ واقع معاك حاجات والدنيا بايظه ومش عارف تلم، لا لازم تاخد كورس. وايه المشكله يعني ما تاخد كورس في اولى، يعني درس زي درس ثانويه عامه، خد كورس وجرب افهم الدنيا، والله بعد كده لقيت نفسك بقيت 100% في سنه تانيه ما تاخدش كورس خالص واشتغل لوحدك، انت فهمت الدنيا وفهمت نظام الدكاتره. الناس بتبقى داخله سنه اولى يا جماعه متخيله ان هي خلاص انا طلعت من ثانويه عامه هرتاح بقى والجامعه دي ما فيهاش حاجه،
يفاجأ لا قدر الله بنفسه انه لا قدر الله يعني انه شال السنه لانه اهمل، لا حضر محاضرات ولا ذاكر، وجا في الاخر مثلا شاف اي حاجه ملخصه وعايز يلم نفسه منها، مش هيلحق. يا جماعه عندنا كم مواد تقيل الترم الاول عايزين نذاكره بما يرضي الله، وايه المانع ان انا بدل ما اجيب مقبول اطلع الاول على الدفعه؟ ايه المانع وربنا يكرمني واتعين معيد واكون دكتور؟ ايه المانع؟ ايه المانع يعني؟ ايه المانع ان انا اذاكر واجتهد؟ الناس اللي كانوا بيكلموني ساعه ما حضروا معايا بيقولوا لي احنا ضاع مننا، احنا ما كناش حابين ادب انجليزي، احنا كان نفسنا في طب، احنا كان نفسنا مش عارف في صيدله. يا جماعه عمر ربنا ما بيختار للانسان طريق غلط، تمام؟ الطريق اللي ربنا اختاره لك احمد ربنا انك دخلت اداب انجلش من احسن الاقسام اللي موجوده في كليه اداب، احمد ربنا ان ربنا كرمك بيها، جايز كنت تقع في حاجه تانيه، فمعنى ان ربنا حطك في المكان ده فهو رايد لك خير. طب ما تذاكر اجتهد، كان نفسك في طب ذاكر واجتهد واطلع الاول على الدفعه، وجايز ربنا يكرمك كده وتطلع الاول وتتعين معيد وتبقى دكتور في الجامعه، ده كبرستيج وكوضع اجتماعي احسن من انك انت تبقى طبيب، احسن من انك انت تبقى يعني اتخرجت من كليه الطب، تمام؟ فيا جماعه ارضوا باللي ربنا قسمه ليكم واجتهدوا، اتعبوا اتعبوا، التعب في الجامعه اقل بكتير والله من تعب الثانويه العامه، وربنا ده خلاص اخر مرحله بقى اللي بتحدد مصيرك، بدل ما تطلع تتعب في حياتك ايه المانع انك تجيب تقدير وتطلع الاول وتبقى حاجه كويسه تفرح اهلك كده. المادة اللي بعدها reading and conversation، مادة القراءة والمحادثة. دكتور بيشرح وهو بيشرح في المحاضرة بيزود حاجات كتيرة جدا حتى بيكتبها لكم على البورد، ما ينفعش الحاجات دي ما تذاكرهاش، نص الامتحان تقريبا بيجي منها، تمام؟ ماشي. المادة الامتحان بتاعها كله عبارة عن ام سي كيو اختياري وصح وغلط، ام سي كيو اختر وبيجي له جزء رايت اند رونج او صح وغلط، تمام؟ فالمادة بتاعت القراءة والمحادثة جزء ام سي كيو وجزء صح وغلط، مفيش حاجه تانية في الماده، مفيش اي اسئله نظري في الماده دي، تمام؟ هي طويله شويه، عندنا 5 فصول قراءه و5 فصول محادثه، وفيها كم كلمات كتير وفيها كم معلومات كتيره، لكن لو انت لميت الماده دي تقدر ربنا يكرمك وتجيب فيها تقدير جيد جدا، امتياز ربنا يكرمك فيها. طيب القراءه والمحادثه يا جماعه ماده لذيذه مش سهله ومش صعبه، يعني خلينا نقول لو انت بتحضر مع الدكتور وعايز تذاكرها من الكتاب اتس اوكي، كل كلمة الدكتور بيكتبها أو بيقولها في المحاضرة ما توقعهاش، وقعت كلمة هتلاقيها جاية لك في الامتحان، تمام؟ طب البديل، أنا وقع مني كلمات كتير في المحاضرات مش فاهمها، نورني تحضر الكورس أو تذاكر من المذكرات. طيب نيجي على المادة اللي بعدها نصوص أدبية. النصوص الأدبية دي أنا بعتبرها أسهل مادة في الخمسة اللي فاتوا، يعني الخمسة اللي فاتوا هم دول أصعب مواد علينا الترم ده. النصوص الأدبية سهولتها في إيه؟ اولا يعني انت مطالب، الدكتور بيحدد لك حاجات معينه، تمام، بيقولها في الكتاب ومطالب بيها، بيزود معلومات في المحاضره، بيزود معلومات في المحاضره، وبيقرا معايا اقتباسات وحاجات زي كده وبيجيبها لي في الامتحان. الامتحان بتاعه غالبا بيبقى كله ام سي كيو، في بعض السنين ممكن يجيب سؤال نظري والدكتور هيكلمكم قبلها يعني، تمام، لكن غالبا امتحانه كله ام سي كيو وصح وغلط. ماده العربي ماده سهله ولذيذه، بعضكم ممكن يذاكرها من اي مذكره تنزل فيها، انا ما بدرسهاش، بعضكم ممكن يريح دماغه ويسمع المحاضرات ويعلم عليها في الكتاب. ماده عربي يا جماعه بتتشرح بالعربي، لا هتلاقي نفسك تعبان فيها ولا اي حاجه، تمام؟ طيب خدوا بالكم يا جماعه، راعوا ربنا ان انتم تجيبوا تقدير، تفرحوا اهاليكم كده وتفرحوا الدكاتره بتاعتكم وانتم نفسكم تبقوا مبسوطين في المواد، تمام؟ الموضوع مش صعب ولا هو حاجة يعني تقعد موتر نفسك وتموت نفسك في جلدك، لا ما تموتش نفسك في جلدك خالص ولا تتخض. طيب النصيحة الثانية والأخيرة اللي أنا هقولها النهاردة ونختم بيها الفيديو، لقيت مذكرتي أنا ماشي مش متفقة مع اللي الدكتور بيقوله في المحاضرة بالسنتي، ما تذاكرش منها. أنا بقول لك الكلام ده عشان تجيب تقدير في المادة لازم تكون المذكرة شاملة، اللي الدكتور بيقوله كلمة كلمة في المحاضرة، مش يعني في بعض الناس وهي بتعمل مذكرات بيروح ايه واخد يعني المجمل اللي قاله سطر، ولا تحط في دماغك لازم كل حرف تبقى فاهمه، انت راجل. في ناس بتتعب في المواد يا جماعة وفي آخر السنة لا قدر الله تيجي تلاقي نفسها جايبة كام ضاد كيم، يعني شايلة مواد ولا كام ضاد لا قدر الله. أنا عشان ما تتحطوش في الموقف دوت، يعني أنا في حد كان باعت لي والله كان معايا في سنه جالي في ثانيه يعني وما حضرش، او مش فاكر في الترم الثاني في اولى والله ما فاكر،
ده برضو يعني ممكن ابقى اسيبكم معاه. مش بقول، مش والله انا مش بقول هو مع مين او كده، لكن كان بيذاكر مع يعني مع حد ما رعاش ضميره معاه. فربنا يكرمكم كده وما تقعوش في حد ما يرعيش ضميره معاكم. ده كان حد تقريبا بياخد كورس مع حد، وجالي بعدها في ترم، بعدها ترم تاني او مش فاكر سنة بعدها والله، وده مجمل كلامه. فخدوا بالكم من نفسكم، ما تضيعوش نفسكم. مش اي ورق ملخص اروح داخل عليه كده وشوية ورق مترجم اقراه، والله العظيم انا بقول لك بعمل دعاية لنفسي، والله والله قسما بالله انا بقول لك اللي فيه الخير ليك، وعشان ربنا كده تبقى انت ايه، ابقى انا راعيت ضميري في اللي انا بقوله لك. ما تذاكرش من اي حتة، عايز امسك اي، بص كده في مثلا مليون واحد منزلين مذكرات، انقل كلام المذكرة دي في ورقة فاضية، وانقل كلام المذكرة دي في ورقة فاضية، وانقل كلام المذكرة دي في ورقة فاضية. يعني خد دي من مادة ودي من مادة ودي من مادة يا سيدي، واطلع على الدكتور قول له يا دكتور انا سمعت محاضرتك تمام، ولقيت وكتبت وراك الكلام اللي مكتوب فيها، شوف الدكتور هيقول لك ايه تمام. في بعض طب بعض المذكرات مثلا ما بتعرفش حاجه عن اللي الدكتور بيقوله في المحاضرات، ملخصه ومختصره المنهج بطريقه يعني مميته جدا. فربنا ما يوقعكوش في حاجه وحشه، وربنا يا رب يكرمكم دايما بالخير، وان شاء الله تجيبوا تقدير، سواء بتكونوا معايا بتاخدوا كورس، سواء انتم ملتزمين في محاضراتكم في الجامعه، سواء مع اي حد تاني، ربنا يوفقكم وتكون سنه سعيده عليكم. اتمنى يا رب ما تكونش يعني الدقائق اللي قعدتها معاكم دي كانت ممله، واتمنى يكون كلامي فاتكم، وما توتروش نفسكم. أولى جامعة عمرها ما تساوي حاجة في الثانوية العامة تمام. تايه ومخضوض ومتوتر وبتموت في جلدك، تنورني تاخد كورس. مش عاجبك أنا، احضر التزم ذاكر يا عمي واجتهد، إن لم يضيع أجر من أحسن عمله. ربنا يوفقكم وتكون سنة سعيدة عليكم. سلام عليكم. أي أسئلة طبعا معكم جروباتي على التليجرام، وده الرقم بتاعي واتس، ممكن تبعتوا لي للتواصل ادخلكم الجروبات، واي اسئله انا اقدر افيدكم بيها عينيا، وربنا يوفقكم جميعا. اسف على التاخير في الفيديو ده، انا عارف ان انتم طلبتوه مني من اخر الاسبوع اللي فات، بس والله على ما لقيت وقت. ربنا يوفقكم ويسعدكم ان شاء الله، ودعواتكم لينا ودعواتكم لنفسكم دايما. السلام عليكم ورحمه الله.